انا ما اخذ لما الدم وجمع لي كرا عام ديال الكرا، وانا في عمري 50 عام دابا، في عمري 50 عام وعندي 3 دراري ومكرفص مع الوقت، وما كاينش اللي كيعقل عليا بشي حاجه. ومول الدار قال لي يا خويا اللي انا عام حالي ما عنديش باش نخلصو. كنت خدام في الصباط، كنت خدام في الصباط، ودابا قاضي عيانه والبيبان كاع لقيتهم ما لقيت والو انا. ودابا الدري كينعسو حدايا وعندي ابيت واحد، الدري كينعسو حدايا، عندي 3 دراري كيقراو والدري كينعسو حدايا، ما عنديش كيفاش ندير لهم كاع انايا. بعد الخطر انا كنمشي كنقلب على خدمه تنعيا وتنرجع بلا، تيقول لي الدريه صغيره شنو جبتي لنا بابا؟ ما تقول لي ما جبت والو. نطلب الناس يعاونونا شي مساعده باش نفرخ على السكينه لهاد الدراري. دابا انا مكرفص بزاف حاله هكا، تنعيا ما جيت نمشي على رجلي كاع، ما كنركب ما كنلقاش باش نركب. دابا كنقلب على خدمه اللي كان شي خدمه نخدم فيها ونهز معايا ولادي نصرف على الدراري. وا الى جاب الله شي خدمه راه ما كرهتهاش، انا باغي نخدم ما لقيتش خدمه. وانا ما عمري كاع تشديت، ما عندي لا وسخ لا والو. كان كاري 800 درهم وجمع لي الكرا والمصاريف، المهم هادشي ولا بزاف عليا. انا عندي 3 دراري، ما عرفتش ما حيلتي المصروف، ما حيلتي الماء والضو، ما حيلتي الكرا، ما حيلتي ما عرفت ما ندير انا، ما عندي لا مدخول لا والو، ما عندي حتى حاجه. ودابا راه عام انا كاري، ومول الدار قال لي انا خويا لي ما حالي، ما بغيت حاجه منك، انا خلي لي ما حالي باش ندبر على راسي، ما تشدش لي انا ما حال. ودابا عاطيني تقريبا من هنا المرض، خصني نخوي لي ما حال ولا نخلص ولا يدير معايا شي حاجه. تعاونوا معايا، راه دابا عاطيني مول الدار 10 شهرين ما خلصتوش ولا يدير معايا شي حل، قال لي خويا لي ما حالي. وتنطلب من خوتني المسلمين تعاونوا معايا باش ما كان ما خدام ما قدام دابا، وانا على قبل الدراري على حساب الوقت. كل نهار تندبر عند شي واحد كيعطيني شي حاجه باش كنجيب ليهم ديك 400 600 ريال باش كنصرف عليهم. هذا راجل ديال السيد، وحنا 12 عام وحنا مزوجين، وكان خدام في واحد المعمل صغير، ودابا عام هو جالس ما بقاش خدام، وحنا كارين وعندي الوليدات 3 وتكرفصنا بزاف. عام هذا ما بقاش خدم، دابا مجموع لنا الكرا، مول الدار باغي يخرجنا، وحنا خايفين وليداتنا يتشردوا. وبنتي عندها 12 عام، والدري عنده 9 سنين، والدري عنده 4 سنين وكيقراو، وبزز باش كنقريهم. الدريه كاع نخرجها من 7، باغي نخرجها، ما عديش باش نقريها، شتا كتقرا مزيان، ما بغيش نضيعها، ما عديش باش نقريوها. ايوا هادشي اللي كاين. حنا كنطلبوا من الله المحسنين يتعاونوا معانا على قبل هاد الوليدات، ما بغيناش نشردوهم. الراجل راه عام هو جالس ما خدامش، عايشين في بيت واحد، حنا 5 الناس عايشين في بيت واحد، ما نقدروش نخرجوا من هنايا. يعني لا خرجنا من هنا خاصنا نكسر، خاصنا الفلوس كسر مع الجيران. معنا 3 السكان، معنا 3 الناس في دار واحده. ايوا كنطلبوا من الله المحسنين يتعاونوا معانا. هادشي اللي كاين، لا شي واحد يتعاون مع راجلي بشي خديمه. حنا دابا عندنا بيت واحد هو اللي عندنا، كنعسوا فيه وناكلوا فيه ونشربوا فيه ومكرفسين فيه بزاف. ولادي ما كيلقاو ما ياكلوا، كيجي بابا في العشيه كيجيب لي حتى حاجه، كيجيو كيمشيو عدو يقلبوا في الطريق، بابا جبتي لينا ما جاب لي حتى حاجه. عام وحنا كنتعذبوا، انا كنبغي نمشي نخدم، كنخاف على ولادي مع الجيران، ما كنقدرش نخليهم نمشي نخدم يتكرفصوا عليهم ولا شي حاجه. وليداتي صغار كنخاف يتكرفصوا عليهم، ما كنقدرش نخليهم نمشي. الا مشيت نخدم كندي معايا بنتي صغيره، والناس ما بغوش ليا بنتي صغيره، كيقول لي ما تجيبيش معاك بنتك. وصافي حتى انا جلست وليت مقابله بناتي ولادي، ولا مشيت كندي معايا الدريه، ما كاينش اللي بغا عليا. وحنا مكرفسين، حنا ما بقاي صافي، ولادي ما بقاش لقاو باش ياكلوا ولا ما يقراو ولا والو. بيت واحد هو اللي كاين، ومول الدار باغي يخرجنا. الدراري دابا مساكن معصبين، كيقول لي ماما مول الدار غادي يخرجنا، مول الدار غادي يلوحنا بصح غنخرجوا الزنقه. كيسمعوا الهضره مع هاد الناس في الزنقه، كيقول لي ما سمعنا شي هضره، مول الدار غادي يخرجكم. الدراري دابا خايفين، كيقول لكم مول الدار غادي يخرجنا، غير لوحنا حوايجنا في الزنقه، ما غنبقاوش نقراو. المدرسه حدام، مولفي لهاد المدرسه اللي حدام. بنتي كتقول لي انا باغي نبقى نقرا في هاد المدرسه، ما باغاش نمشي، انا باغي نكمل قرايتي، ولا جرى علينا غنبعدو من القرايه ومن المدرسه، والدراري مولفي لمدرستهم. وحنا كنتمناو من الله المحسنين يتعاونوا معانا باش الدراري يكملوا قرايتهم، ما بغيناش نشردو هاد الوليدات.